إنصاف عباسي، أنا أخصائية نفسانية سريرية، وفي البرنامج هذايا مكلفة بالإنصات للنساء في وضعية هشاشة والفيكتيم للتطرف العنيف. هو عاش في بيئة عنيفة غابوه أمه نوعا ما هو أحنا ما باش نحكيو على الأسباب، نحكيو على الأسباب، أحنا موجودين هم مش عايشين، موجودين باش نحكيو ومش نعرفو ومش نفهمو الأسباب. اليوم حكينا على العنف، وهي من بين الأنواع متاع التطرف العنيف، دونك التطرف العنيف ديني، التطرف عنيف فكري، دونك وتأثيره على المرأة. دونك هذايا سيتي الهدف متاع الحلقة، اللي العنف ماهوش مسلم، العنف دونك لازم نقولوا له لا، اي دوبوي من بعد باش تبني عليها معناتها حلقات حوار أخرى. فما تشدد يعمل العنف، إهانة، عنف لفظي، تعب نفسي، سلب الحرية، استغلال، خوف، ذل، دمار، عبث، جهل، موت، خيانة، اغتصاب، سيطرة، جريمة، تشدد. الكبت ذل ما تكلم كبت في القانون التونسي راهو اسمه حكينا اللي يمكن في الحصة اللي قبلها على القوالب اللي المسلمة متاع المرأة اللي ديجا سو لا سوميسيون دو لوم. دونك فهل التربية اللي تربيت عليها، ديجا شفنا لي تيمونياج متاع البنات ولا متاع النساء اللي تربيو سي كو التسلط ولا التشدد الديني سورتو في اللبسه في الكومبورتمون. دونك هذوما من الحاجات اللي تربيت عليهم المراه. دونك اي دوبوي بعد من السهل التاثير، معناتها هي بدات من وسط العائله ومش تخرج من بعد، دونك بتاتخ لها لي جروب اكستريميزم. انا مش سنسبي، انا ملي عرستني هذه ساعه مش سنسبي، العنف سنسبي عادي، كليت الضرب، كليت عم قبلت الطريقه اللي تربيت عليها بنتي؟ لا هاكا بشويه، لا بشويه ندرب فيها، ما قالوا لي حطي الخمار، قلت الخمار لا، هي لول قالت ما نحطوش، اما باش تعملك شويه روج ولا مثلا باش تلبسك روبه بروتيل في عرس ولا فونت ولا حاجه مستحيل. هي توا انا وقفت لهم، انا كان قلت لهمش كانوا مش يدينوها، اما قلت لهم لا يصيب الطفلة. الشخصيات اللي في وضعية هشاشة نفسية، دونك من السهل التحكم فيها ومن السهل استقطابها. دونك هذاك علاش يمكن من البروفيل نتاع الأكثر النساء الاستقطاب هما النساء ضحايا العنف، النساء اللي ما يتكلموش، النساء اللي دونك استنست بالشكون اللي يتحكم فيها، شكون يتسلط عليها. في العملية كرسوا الإرهابية، دونك لو بروفيل لي فام فيكتيم دو فيولونس. دونك هذاك علاش إذا كان نخدموا على لي فام فيكتيم دو فيولونس، نخدموا على البيرسوناليتي دو لا فام، سيرتو مع سيتواسيون دو فينيرابيليتي ولا فيكتيم دو فيولونس، دونك أون بورا كوما كومباتخ التطرف العنيف. Je suis là donc pour aider les femmes, pour soutenir les femmes, et c'est ma mission dans ma vie. Voilà.